الرفق بالحيوان ثقافة تسعى الجمعيات المتخصصة لنشرها، وتهتم إحدى هذه الجمعيات بالكلاب البلدية، فتقدم لها أبسط احتياجاتها المتمثلة في المأوى والطعام، وتحاول الجمعية أن تنزع عن هذه الحيوانات صفة الكلاب الضالة. لم يكن هذا حال هذه الكلاب الضالة عندما جاءت لهذا الملجأ منذ فترة، بل تبدل حالها بعد أن وجدت الرعاية والاهتمام من قبل إحدى الجمعيات المصرية للرفق بالحيوان، فأعادت تأهيلها. هنا الناس لا تحترم الكلاب، للأسف المصريون لا يحبون كلابهم الثمينة، رغم أنها جميلة جدا ولها شخصية مميزة، رغم أن دول أخرى تقدر هذه السلالة. كلاب كثيرة في الشوارع مصابة بالجرب، وبالطبع يجب علاجها، وهذه سيتم شفاؤها نهائيا منه في غضون أسابيع قليلة. وغيرها مصريون وأجانب يتطوعون بوقتهم لإنقاذ هذه الكلاب التي غالبا ما تصل إلى هنا في حالة يرسلها من المرض أو الإيذاء، لكن السخرية تعد إحدى المصاعب التي يتعرض لها القائمون على هذه الجمعية وممن يسعون إلى إيواء هذه الحيوانات، والذين يؤكدون أنها ليست أفكارا غريبة أو مستحدثة، بل هي جزء لا يتجزأ من فقه حقوق الحيوان في الإسلام. إحنا الأصل التاريخ الإسلامي من العهد الأموي ولغاية قريب جدا كان في الأوقاف على الحيوانات الضالة، الأوقاف على حيوانات الشوارع، الأوقاف على الحيوانات العمياء، الأوقاف على الحيوانات العجزة. الولاة كانوا بيمشوا الناس يعني المناديين في الشوارع، اللي عنده حمار أو حصان عجز ما يموتوش يروح يسلمه في الأماكن المخصصة لرعاية الحيوانات العجوزة. كان في مستشفى القطة العمياء ودي كانت موجودة في سوريا. التاريخ الإسلامي مليان بالأوقاف على لصالح الحيوانات وعشان خطر الحيوانات. هنا يتم رعاية أكثر من 500 كلب من قبل من يعتبرون أن الكلب المصري المعروف بالكلب البلدي هو أفضل سلالات الكلاب في العالم. ما يعرف الآن بالكلب البلدي هو خلاصة امتزاج 12 نوعا من الكلاب منذ عهد الفراعنة، كالكلب الفرعوني والكنعاني والأرمنت وغيرها، والمهتمون بالكلاب يؤكدون القدرات الخاصة لتلك السلالة، مما جعل طلب اقتنائها خارج مصر يزداد. ده كلب مستورد، ده احسن وافضل. ما العلم ان المانيا بتاخد مننا كلاب بلدي حس الحراسة عندها اعلى من جيرمان شيبرد، والكلب المصري عشان تكون عارفة بره مصر بيتباع بارقام فلكية، احنا ما بنبيعش طبعا، احنا بنبعتهم تبني ومطلوبين جدا مننا بره، وبياخدوهم مننا وبياخدوا كميات مش قليلة يعني. فالكلاب البلدي دي كويسة جدا، هي بالظبط نفس الفرق بين ابن البلد والإنسان اللي جاي من بره، الخواجة اللي جاي من بره. ربما لا يعرف المصريون أن هذه الكلاب التائهة في شوارعنا تمثل سلالة ثمينة تباع بأثمان باهظة في الخارج، لكن كلابنا لا تطلب سفرا ولا مالا، تطلب فقط مأوى آمنا وطعاما. مروة عبد العزيز، نهار اليوم.